هذا هو ارتفاع الطائرة أو المروحية وهي جديدة بدون تعديلات، وهذه هي نفس الطائرة لكن بعد تعديلات وفي وضع النهار، وهنا بعد التعديلات وفي وضع الليل. في هذا الفيديو سوف نقوم بتحويل طائرة الهليكوبتر أو المروحية ذات التحكم عن بعد الرخيصة الثمن والتي تسير سرعة طيرانها أو مسافة ارتفاعها تقريبا 10 متر أو أقل. سوف نجعلها تصل إلى أعلى مسافة ممكن أن تتصورها على الإطلاق. عندما تشتريها جديدة وتقوم بشحنها بشكل كامل، فالمسافة الطيران أو الارتفاع الذي تصل إليه كما تلاحظون تقريبا 10 أمتار أو أقل. لكن إن كنت تريد تشغيلها وترى ما هي المسافة التي سوف تصل إليها في الارتفاع فلا يمكن حدوث ذلك. لماذا؟ لأن عنصر التحكم فهو تقريبا لا يتجاوز 20 متر أو 30 متر، فبالتالي ليست هناك طريقة لجعلها مستمرة في التشغيل وتشاهد كم الارتفاع الذي سوف تصل إليه. وبالتالي أتت في بالي حيلة أو خدعة سوف نقوم بجعلها لهذه الطائرة، وسوف نجعلها تطير نحو الأعلى بدون توقف ونرى المسافة التي سوف تصل إليها. ولنقوم بتطبيق هذه الخدعة في هذه الطائرة، ما يجب علينا سوى تفكيك الطائرة وإزالة الهيكل الخارجي. كما تلاحظون نقوم بإزالة هذا الغشاء الذي في الخارج بهذا الشكل، فهو بسيط ويسهل نزعه. كذلك نقوم بفتح الطائرة بواسطة مفك براغي صغير، نقوم بفتح المسامير بشكل كامل، ثم نقوم بتفكيكها في النصفين بهذا الشكل. بعد ذلك نقوم بإزالة البوردة والبطارية والمراوح المرتبطة مع المحرك. بعدما قمنا بفتحها وتفكيكها بالكامل، هذه هي القطع المهمة التي نحتاج إليها: بطارية الطائرة والبوردة الخاصة بها مع المصباح، وكذلك الطائرة مع المحرك والمراوح. كما تلاحظون قمت بتشغيلها بشكل يدوي وقمت بإعطاء ذلك الملتقط الحركة، فالطائرة اشتغلت بشكل طبيعي جدا كما لو أنها جديدة. والآن أقوم بالضغط على الزر وأقوم بتشغيلها، ثم أقوم بإفلات يدي وشاهدوا أمامكم كل شيء. كما تلاحظون بمجرد أن قمت بترك يدي من الطائرة فهي اتجهت إلى الأعلى، لولا أن سقف المنزل لكانت قد ارتفعت إلى مسافة أعلى. كما تلاحظون فهي لا زالت ملتصقة بسقف المنزل، يعني أنها تريد الصعود إلى أعلى مسافة ممكنة. لذلك قمت بعمل هذه التجربة أولية في المنزل لكي أثبت لكم فعلا أنها سوف تصعد إلى مسافة عالية. وبعد ذلك سوف ننتقل إلى مكان في النهار في مكان فارغ، وكذلك في وضع الليل وفي مكان فارغ. تابعوا الفيديو للأخير. في هذه اللحظة قمت بإحضارها في وضع النهار وقمت بجلبها لمكان فارغ وواسع، لكن كان هنالك القليل من الرياح، فبمجرد أن قمت بتشغيلها وتركتها من يدي فقد ارتفعت وذهبت إلى مكان بعيد جدا. بما أنها صغيرة وسرعتها قوية في الارتفاع فقد لم أعد أراها بالعين المجردة، وبالتالي عندما كنت أراقبها فقد يعني تابعت نفس المسار وكنت أبحث بشكل عشوائي، فكنت فقدا الأمل لأنني سوف أجدها، لكنني في آخر المطاف وجدتها لكن في مسافة بعيدة جدا. كما تلاحظون هذه الطائرة فقد اتبعت مسارها بشكل عشوائي، كنت أظن أنني لن أجدها مرة أخرى. وهذه المرة سوف نقوم بتجربة تشغيلها في وضع الليل، لكن الشيء الجيد هو أنه في وضع الليل لا يوجد رياح، يعني الوضع ساكن، وبالتالي سوف ترتفع إلى مكان عالي جدا وسوف نرى ذلك. إذا نقوم بالضغط على الزر ونقوم بتحريك يدي ثم أقوم بتركها. كما تلاحظون فبمجرد أن قمت بتركها من يدي فقد ارتفعت بشكل رهيب جدا، فقد ارتفعت لمسافة عالية جدا فلم أعد أراها بالعين المجردة، وبالتالي اختفى أثرها ولم أجدها لحد الساعة، يعني اختفت بدون رجوع. يعني كما قلت لكم في وضع النهار قمت بتشغيلها ووصلت إلى مسافة عالية جدا، لكن عندما قمت باتباع مسارها وبحثت كثيرا في الأخير وجدتها، لكنها لم تتكسر ولا أي شيء، فقط يعني قمت بتشغيلها بوضع عادي. لكن في الليل كذلك رغم أنه مكان فارغ ولديها كذلك مصباح يضيء، لكنها ارتفعت لمسافة لم أتوقعها لأن الرياح كانت ساكنة وبالتالي وضع يعني الجو فهو طبيعي، فبالتالي ارتفعت إلى أقصى مسافة ممكنة، ومدة اشتغالها هي تشتغل بشكل متواصل لمدة 5 دقائق، يعني ارتفعت لمكان عالي جدا ثم
وغالبا تم تغيير مسارها بواسطة الرياح لأنها ارتفعت لمسافة عالية جدا، ثم عندما فرغت من الشحن فهي سقطت في مكان لا أعرفه، لحد الآن بحثت عنها لم أجدها. المهم ما يهمني هو أنني قمت بعمل هذه التجربة وشاركتها معكم. المهم أصدقائي، بعدما انتهينا من الفيديو أرجو أن تنال هذه التجربة وهذه الفكرة إعجابكم، لذلك ادعمونا بعمل اشتراك، شاركوا في القناة، فعلوا الجرس لتوصلوا دائما بأحدث الاختراعات، ومن أتته أي فكرة أو أي تعليق فليضعوا لي في التعليقات وسوف أجيبكم بطبيعة الحال. إلى اللقاء، نلتقي في الفيديو القادم إن شاء الله.